رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. إذن دعنا نتحدث عن اليورو. كنا نشاهد زخم على العملة، لكن هذا الضغط اليوم جاء من توقعات سلبية جدا للمفوضية الأوروبية حول أداء الاقتصاد في المنطقة. يعني إذا نظرنا إلى هذا الانكماش المتوقع ب 7.8%، فأعتقد أنه ليس ببعيد عن الانكماش المتوقع في الاقتصاد الأمريكي أو في الاقتصاد الأمريكي عند 5%، التوقعات الاقتصاد الصيني عند أكثر من 7% التوقعات. طبعا المنطقة الأوروبية ما يميز النقطة هذه أنها ضغطها سلبي أكثر، أنها أساسا كانت الأمور ليست بجيدة قبل أزمة كورونا، وما جاء من أزمة كورونا إنما هو بزيادة في الضغط. ولكن تراجع الأسواق بشكل واضح هو بنتيجة غياب الحزم التيسيرية الحقيقية والسياسات التيسيرية النقدية من قبل المركز الأوروبي كما ينبغي. لا يزال برنامج التيسير النقدي كما هو من قبل المركز الأوروبي والسياسات التحفيزية عند أسعار فائدة منخفضة فقط، إنما ما يحتاجه الآن هو برنامج LTRO جديد، وهو برنامج للقروض طويلة الأجل بالنسبة للاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد، على الرغم من أنه بيانات PMIs أو مؤشر مديري المشتريات صدرت الأسبوع الماضي كانت إيجابية، لكنها غير كافية لتحفيز الاقتصاد الأوروبي. مزيد من السياسة التيسيرية والبرامج الغير تقليدية من البنك المركزي الأوروبي مطلوب. رائد، هذا أيضا مرتبط بالقلق في المنطقة وفي أنحاء العالم وفي كل الأسواق. يعني هناك مخاوف الموجة الثانية التي تحدث الآن، هناك قلق من اتخاذ إجراءات عزل جديدة، وبالتالي ربما يعني صحيح. هذا لا صحيح. ينفع هذا هو النقطة الأساسية. فيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصاد السياحة على وجه التحديد في المنطقة الأوروبية، والتي تعتمد بجزء كبير منها، إذا بحثنا عن بعض الدول الأوروبية إسبانيا وإيطاليا فنحن نتحدث عن أكثر من 10% عوائد القطاع السياحة المتوقف كليا في فترة يعني تعتبر سيزن بالنسبة لهم، متوقف كليا، إضافة إلى إمكانية إيقاف أو العزل الجديد أو الحجر الجديد لتحسبا للموجة الثانية، يضغط على قطاع الشركات التقليدية أو القطاعات التقليدية في الاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد. ولكن لا يزال هناك فرص بالنسبة لقطاعات التكنولوجيا حول العالم وليس فقط في المنطقة الأوروبية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.